أقامت رابطة الأديبات التابعة للمكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة هذا المساء أمسية بعنوان هي والمساء، ضمت عددا من الشاعرات، وكانت مشاركتي بمجموعة من القصائد التي تتحدث عن الوجدانيات وعن ما تفكر به المرأة من أسئلة كبرى تدور في بالها. كانت طبعا مشاركات خليجية متنوعة، ازدهت أيضا المنصة بالموسيقى والرسم، إذن كان هناك مشهد متكامل من جميع الفنون التي استطاعت أن تؤكد أن المرأة بحضورها المتكامل قادرة على إيجاد الصورة البهية للثقافة. المشاركة طبعا في مثل هذه الملتقيات وتحديدا الملتقيات الخليجية تقدمنا كنماذج أيضا لمن هم قادمون من خارج دولة الإمارات حتى يعرف هذا الآخر ماذا نقدم هنا في دولة الإمارات، ماذا تكتب الشاعرة الإماراتية. لذلك حرصت حقيقة على أن أكون أيضا موجودة هنا وأن يكون لي صوت في أمسية هي والمساء.